سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في القناه. اول حاجه بدا البنات سمحوا لي، حيت هذه جوج ديال السيمانات ما حطيت لا فيديو لا حتى شي حاجه. راني كنت حطيت واحد البوست في يوتيوب، قلت لكم بلا لورديناتور كان ضاع ليا وما عنديش كيفاش ندير المونتاج، داكشي علاش ما درتش لي فيديو هذه جوج ديال السيمانات، ما درت لا فيديو لا حتى شي حاجه. المهم الحمد لله لورديناتور تصايب، واليوم انا رجعت باش ندير لكم هذا اللوك هذا، هذا المكياج هذا بور في دو فان داني. نتمنى ان شاء الله تدخل عليكم لاني 2019 بالهنا والصحه والسلامه وكل ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي ليكم ولحبابكم. دونك الا بغيتوا تشوفوا معايا هذا اللوك البنات ولا هذا المكياج هذا اللي درت اليوم، ما عليكم الا تبقوا معايا حتى التالي ديال لا فيديو. ونتمنى نتمنى نتمنى تقولوا لي الراي ديالكم وتخليوا لي التعليقات ديالكم الزوينين اللي كاينين. بصراحه شي بنات كيخليوا لي تعاليق زوينين بزاف بزاف بزاف، وكيزيد هذا الشيء يحفزني انني نكمل في يوتيوب وما نحبش ونزيد نعطي دي فيديو. دونك نخليكم تشوفوا لا فيديو ونقول لكم تنبغيكم بزاف 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 بزاف. بيزو. غادي ناخذ لو فيكس بلس وغادي نرشو على وجهي، ومن نيكس البنات غادي ناخد هاد لاباز هادي، هادي كريم هيدراتونت او ميم طون باز اكلا، فيها واحد لي بتي بايت فداك لا كريم تيعطي واحد الكلو على الوجه. دونك غادي ناخدها، وفينا هو البانسو، غادي ناخد هاد البانسو هذا وغادي نحط بحال هكا فوق البانسو وغادي نطاليها على وجهي. هاد الفون دو طون هذا من استيلودر وغادي نديرو على وجهي. مي اول حاجه غادي ناخد معاه هاد لو ليكيد هايلايتر من ميك اب ريفولوشن، غادي ندير معاه واحد النقيطه باش وعاد نديرو على وجهي. دونك غادي ناخد هنايا فوق يدي واحد شويه بحال هكذا، وغادي ناخد نقيطه من هذا ما نزيد والو فوالا، وغادي نخلطو هكا غير بصبعي، ومن بعد غادي نحطو على وجهي. فوالا، ودابا جا وقت لونتيسيرم. غادي ناخذ هاد لونتيسيرم هذا، راه خو ما بقى فيه والو، غادي ندير واحد شويه هنا وهنا، وغادي ناخذ معاه ما عرفت فين هو، ما عرفت فين دارتو بنتي زاتو هاد لونتيسيرم هذا ديال ماك، وغادي نحط شويه من هنا فوق منه وشويه من فوق عيني، وغادي نستومبيه بهاد لي بونش. دابا غادي ناخذ هاد لاباليت هادي من جولدن روز، هاد لاباليت كونتورينغ، هاد البانسو هذا، وغادي ناخذ هاد لا كولور هادي لا بلو فونسي، وغادي نحدد بها هكا حنوكي. ناخذ هاد لابودر هادي بانانا من ميك اب ريفولوشن، وغادي نحطها فوق هاد نحطها هنايا من تحت عيني وفي هاد البلايص هادو.
بحال هكذا البنات. دابا غادي نمشي نصوب حجباني، دونك غادي نمشطهم. انا كيف ما تتشوفوا حجباني ديجا مصوبين، ديجا دايره ميكرو بيغمونطاسيون. غادي نهم حيت غادي ندير مكياج شارجي، بغيت نصوب حجباني مزيان. دونك غادي ناخذ هذا البانسو ومن هذا لاباليت دائما البنات ديال تو فيس. غادي ناخذ هذا اللون هذا اللي مغلوق، هذا مارون مغلوق، وبه غادي نرسم حجباني. وغادي ناخذ هذا القلم هذا من نيكس، وبه غادي نحدد وغادي نقي الى درت شي حاجه شي غلط. ناخذ بانسو بحال هذا نقي، وغادي نستومبي به هاد لا كولور بيج اللي حددت بها حجباني. ناخذ البنات هاد لاباز هادي من اوربان ديكي، وغادي نحطها فوق لابوبيير ديالي باش تثبت ليا مزيان لي كولور ويدوزو معايا لا سواري كامله. غادي ناخذ البنات هاد لاباليت هادي ديال ميكاب ريفولوسيون، صراحه مازال ما خدمتهاش كاع في مره البنات، اول مره غادي نخدمها. شوفوا بنتي كيفاش ردتها ليا بصبعانها، شوف عندها المجر قريب ليها فين كندير لي باليت، وبسلامتها كتبقى تجبد وكتخور هكا بيديها. المهم ما عليناش، دابا غادي كيف ما شفتوا اللوينات دايرين بحال هكا، انا غادي ناخذ هاد لابارتي هادي غادي نخدم بها زعما هاد اللوانات هادو. اول لون اللي غادي ناخذ البنات غادي ناخذ هاد بيتي بليز، هو هذا غادي ناخذه وغادي نخدم به الكرو ديال عيني باش ندير واحد اللون انتقالي اللي يعطيني الفرق ما بين اللوانات الاخرين، واللي يجيوني يحفر ليا مزيان هاد الحفره هادي ديال العين. دونك غادي ناخذ اللون وغادي نحطه هنايا بحال هكذا. ناخذ واحد البانسو يكون صغيور، هذا البانسو هذا البنات، ونفس اللون غادي نحطو من تحت عيني من تحت. وغادي ناخذ البنات هذا الاورانج هذا بهذا البانسو هذا، وغادي نجي نحطو من هنايا من الفوق بحال هكا. عرفتوش تيبان ليكم اللوانات مزيان ولا لا؟ خصني نقرب شويه. بحال هكا ناخذ هذا اللون هذا البنات اللي في هذا لاباليت هذه ديال تو فيس باش صوبت حجباني، وبنفس البانسو باش صوبت حجباني غادي ناخذو غادي ندير خط ديال الايلاينر بحال هكا هنايا غير من النص ديال عيني. غنقرب شويه البنات بحال هكذا، وغادي ناخذ واحد البانسو صغير
بحال هذا داير، بحال هكا، بحال هكا شويه رقيق من الراس، باش نقدر نتحكم انني نايستومبي هاد الماغون هادا وما نخرجوش على الاخر، زعما ما نوصلوش حتى الفوق. نحط نفس اللون هاد الماغون وغادي نحطو فوق العيني. ناخذ بانسو، هاد البانسو هكذا صغيور، وغادي نستومبي هنايا، غادي ندمج داك الماغون مع داك اللون اللي حطيت في الاول. دابا غادي ناخذ هذا اللون هذا البنات وغادي نحطو هنايا. هاد الجليتر هذا اللي دايره هنايا هو هذا من ميك اب ريفولوشن البنات، فريمون زوين 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 بزاف صراحه، حمقني. ما عرفتش نتوما ما عرفتش نتوما واش عجبكم الماكياج ولا لا، مي انا فريمون عجبني. كيف ما شفتوا درت ركبت شفران. دابا غادي ناخذ هذاك اللون اللي دايره في حجباني واللي دايره هنا، وغادي نديرو هنايا في مدمع العين باش نحيد هذاك الفرق، ما يبقاش بين ليا داك الفرق ما بين هنايا كاين شفر. المهم باش نكحل هاد البلاصه باش يبان ليا الشفر كله غادي يكحل. ناخذ هذا اللون هذا وغادي نديرو من تحت الحاجب ديالي وفي مدمع العين. دونك غادي ناخذ هذا البانسو. البنات وغادي ناخذ هذه الماسكارا هذه، وما غاديش نديرهم بجوج حيت فيها الاول والثاني، غادي ناخذ غير الثاني غير باش نلصق شفراني مع الشفران هادو اللي دايره. ولا البنات دابا غادي نحيد هاد لابودغ هادي اللي على وجهي كامله، ومن بعد غادي ندير هاد البرونزور. البنات غادي نولي نحطو هنايا فين دايره الكونتورين كريمي، غادي نولي نحط هاد البرونزور هذا من نيكس، والفراجو غادي ناخذ هاد الفراجو هذا من كيكو. شوفوا بنتي كيفاش رداتو. غادي ناخذ هاد الفراجو هذا من كيكو وغادي نحطو حتى هو. دابا غادي نحيد هاد لابودغ هادي كامله على وجهي. غادي ناخذ البنات هاد لاباليت هادي ديال الايلايتر من ميك اب ريفولوشن، وغادي ناخذ هاد الاضاءه هادي بحال هكا دوري،
وغادي نحطها في البلايص اللي بغيتهم اللي بغيتهم يدواو اللي بغيتهم يبان فيهم الاضاءه. غادي ناخذ هاد الغوجالي البنات، هذا ديال ماكس سميتو فين هي بعدا سميتو روبي او تيجي بحال هكا ان غوجالي روج 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 مي فريمون روج. فوالا البنات الفيديو هي تسالات والمكياج هو هذا، نتمنى يكون عجبكم. ولا عجبتكم هاد الفيديو ما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. ولا شي وحده منكم طبقات هاد المكياج هذا ما نكرهاش تجيت عندي الانستغرام، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي غير هنايا وتشارك معايا التصويره ديال هاد المكياج اللي دارت. دونك انا نقول لكم تهلاو في راسكم وبون فيت دو فان داني، ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا، وباش ما تمنيتو نتوما عائلتكم وحبابكم وكل ما كتبغيو. وانا غنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو فيديو جاي. باي باي.